حمزه المسلوسي وحمزه ده حمزه كي. بص احنا عندنا احسن اثنين لعيبه او احسن ثلاثه في الدوري من الاجانب على رؤوسهم علي معلول ثم المسلوسي ثم مافولولو اللي هو بتاع الاتحاد الاسكندريه. هم دولت افضل ثلاثه اجانب في الكره المصريه. فانا شايف ان هم يعني دولت الانديه لازم تتمسك بيهم. لازم. ان شاء الله علي معلوم ما يكونش عنده اصابه. للاسف اتاكدت وتر اكيلس للاسف يعني. الوتر. وتر اكيلس والغياب هيبقى من 4 لـ6 شهور يعني. يعني ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه ان هو كان اضافه في الفتره اللي فاتت او تتحسد. تتحسد. بجد. تأكيد يعني ده كان ماشي زي الصاروخ يعني. ماشي كويس. حظ وحش. طيب امبارح بمناسبه الاهلي يا كابتن فاروق في صوره ايقونيه كده في كره القدم المصريه. يعني دايما الناس تسترجعها كل شويه. الصوره بتاعتك ومع الكابتن محمود الخطيب وانت لابس شيرت النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لابس شيرت الزمالك وانتوا رايحين تحيوا الجماهير. الصوره الايقونيه ديت طول الوقت لما بنيجي نتكلم عن الروح الرياضيه هات الصوره بتاع الكابتن فاروق جعفر والكابتن محمود الخطيب طول الوقت. امبارح موقف حلو من بتوع زمان دول. النادي الاهلي بمجرد ما الزمالك بيكسب البطوله تهنئه من النادي الاهلي الفوز بالكونفدراليه. شفت المشهد ده ازاي وبترجع تاني الروح الرياضيه الطبيعيه المفروض تاني موجوده بين الناديين الكبيرين في مصر. طيب انت دلوقتي الكوره في مصر هي اهلي وزمالك وطبعا كل الانديه الثانيه فوق راسنا وانديه محترمه وفيها لعيبه وكل لعيبه تحديدا انت تحديدا عديت تقريبا على كل الانديه دي يعني انت ليك شعبيه في كل الانديه تقريبا يعني. الحمد لله واللعيبه والانديه دي كلها محترمه وهي بتتمنى اي واحد من الاهلي والزمالك يجي يشتغل عندهم. صحيح. ان احنا المدارس الكبيره اللي تاسسنا هم طبعا تاسسوا كويس وليهم تواريخ كويس وكان عندهم لعيبه احسن من الاهلي والزمالك بس ما خدوش الفرصه ولا الشعبيه. صحيح. اللي الشعبيه في الاهلي والزمالك. صحيح. يعني اكبر كم وكثافه في العاصمه. طبعا. فانت بتبقى كل حاجه قريبه فالاعلام شغال معاك. احنا يعني انا اجمل حاجه وان شاء الله ده يحصل المباراه الجايه النادي الاهلي في النهائي ان ما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك. في حاجه اسمها مصر بلدنا عايزين نكسب عايزين الصوره ده كان في حب مصر طبعا يعني احنا كنا الثلاثه كان المباراه دي في حب مصر وكابتن حسن كابتن محمود وانا كنا موجودين يعني في الملعب وكان الملعب ده يعني احنا كلنا بنقول للناس كلها كان قبل او بعد حرب 73 كان يمكن الظروف بتاعت مصر كان لسه ما كانش فيه الاتفاق ولا يعني كامب ديفيد ما فيش كان الكلام ده فكلنا كنا البلد كان ظروفها كمان كان ظروفها الماديه ما كانتش في احسن حاجه فاحنا كنا بنعمل مباريات وبنسافر السعوديه ونسافر الامارات ومش عارف عشان البلد فاحنا مش بنسافر عشان لا احنا عشان مصر احنا مش بنسافر عشان نجيب حاجه ولا بتاع ولا ناخد حاجه لا احنا بنروح حبا في مصر ودي اجمل حاجه ان انت بتكون انا مش هقول احنا بنلعب احنا بنشتغل في البلد دي ما الكوره زي احنا بنقبض من الكوره فكاننا بنشتغل صحيح فاحنا كلنا وكل النجوم اللي انت شايفها دولت اي واحد فينا لما بنيجي نسمع علم مصر وانت في جماهير موجوده يمكن دي بتبقى الخطوه الاولى والدافع الاول ان انت هتقاتل وتنوط نفسك عشان تكسب. صح. اما بتقول وبتقول السلام المصري ما بيتضرب السلام المصري او بيعزف تلاقي اللعيبه دي والله العظيم اللي بيكلمك بامانه الاجهزه الفنيه اللعيبه مش الاجانب المصريين طبعا عنده عايز يلعب بعد ثانيه. ينزل يعيش الجو ده عايز يعيش الجو ده فده كان من اجمل اللقاءات دي اللي احنا يعني لعبناها وما فيش حاجه اسمها اهلي وزمالك احنا كلنا في النهايه دي بطوله داخليه يعني منافسه داخليه الناس بتتمتع بيها لكن في الحقيقه احنا اللي يهمنا نمره واحد المنتخب انت عامل دوري عام وكاس مصر ورابطه انديه وكل الكلام ده عشان ايه؟ عشان المنتخب وعامل المنتخب ده والمعسكرات والكل ده عشان ايه؟ عشان المنتخب يروح كاس العالم او يمثل افريقيا يمثل مصر في افريقيا فانت كل الكلام ده انت مش بتعمل حاجه لنفسك انت بتعمل حاجه لبلدك واهم حاجه في البلد دايما ان انت تحس ان البلد دي يعني كلنا طبعا البلد دي خيرها علينا لكن انت بترد الشيء للبلد ان انت لو انت نجم فتطلع احسن ما عندك لصالح البلد. صح. ويعني بتبقى انت حتى جميل مع البلد مع الناس اللي بتحبك والناس اللي بتعشقك
تبقى جميل معاهم، تبقى حنين معاهم، يتعلموا منك يبقوا مبسوطين، ما تتقرننش عليهم، ما الحاجات دي طبعا هي دي اجمل حاجه. ما تعملهمش مشكله يعني، ما تعملش ازمه، ما تعملش وما تزعلش. ما واحد يكون غضبان ويقول لك انت كنت وحش النهارده، انت ما تزعلش. زعلان عشانك، مش عشان نفسه. هو زعل منك عشان هو بيحبك جدا وعشان عارف ادائك عظيم جدا. صح. فلو ادائك قليل النهارده بيبقى بيلوم عليك عشان هو متوقع منك الاكتر بكتير. هو بيحبك، عايزك انت احسن حاجه. صحيح. فما تزعلش. صحيح. فان شاء الله احنا مع جماهير النادي الاهلي المباراه اللي جايه، واحنا مع جماهير الزمالك وكل محبين الزمالك هنبقى محبين. احنا مفيش حاجه اسمها محبين الزمالك والاهلي في المباراه دي، احنا الاهلي والزمالك حته واحده وماشيه واحده ان شاء الله في يوم السبت الجاي باذن الله. كلنا مع النادي الاهلي، وان شاء الله النادي الاهلي هيكسب وهيعمل نتيجه كويسه وهيعمل مباراه جيده ان شاء الله.